نتعرف على طريقة وكيفية تفعيل إشعار فلاش شاشة مقوم بالضغط على تطبيقات. بعدها سوف نقوم بالضغط على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط على إمكانية الوصول. بعدها سوف نقوم بالضغط على ضبط المتقدم. بعدها سوف نقوم بالضغط على إشعار فلاش، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إشعار فلاش شاشة. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل إشعار فلاش شاشة، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.